حميد علي الولي اللي تسيدي لعبتهم قرنا دارنا المنط كل شدو كل شدوه منيت قرنونا طلعونا في الجيب مشينا لعند ناس اخرين ثاني مقارين بهم باش يجيبوهم مشينا تا واحد ما قضبنا واحد اللي قضبنا كان في واحد زردق ومشينا له للمحل ديالو قالوا راه عند محمد الزروان ركب سيدي واحد على عود بغى يمشي علمو يقول له راجل دارنا يتبرع لي بوليس هو صدر من العود وهم يتبعوه بالجيب بتقربوا الخيمة فاتوا العود سبقوه خافوا يلحق علموه يهرب لحقنا سيدي ما وقفوا تاع العدو تاد ديال الخيمة الضيفان تيتغداو معطوط الغدا ملي وقفت الجيب الناس تتغدى كاين اللي رافد اللقمة كيما كاينة جايبها لفمو وقات قات في يدو ملحقاش كاين اللي دارها في فمو وقات يدو على فمو لأن راه فمو ولا عامر ما تلا يسرق ما تلا يدير تحالو يا كاين اللي كان تيلقم تا وكذا باش ما تقضب تا كلمة الكاميرا باش ما تقضب لواحد وقع خرجوا سيدي خرج مول الخيمة مول الزرقاء لعندهم قالهم دخلوا تتغداو الغدا موجود قالوا له لا قالوا له بغينا القايد هذاك السيد سميتو القايد هم بغا يعيط عليهم قالوا تعال القايد جا سيدي القايد القايد اش داير رافد السطل وغرافو تيعطي للناس يشربو ياك حط السطل وحط الغراف جا لعند الجدارية قالوا له لا طلع دو سوا طلعوها سيدي عطاو راس بينا مشينا لعند شي ناس من جيت الباراج تعرفتي الباراج؟ اه عرفتها جيت الباراج ومن هو شي متى صرنا معلومين هاربين تم صباح الخير على العيادات تخلوا لهم استدعاء غدا يجيو ورجعنا سيدي لحقنا للبراج هاك الساعة مازال ما كاين لا براج كان عواد هكا عواد جايين الوالد مسكين الله يرحمه داخ بغا يتقيا و جدارمي قدامو قالو بغيت نتقيا قالو تاني القيران بغا نتقيا هو دوا مع الاخر قالو زعما حبس تخرج هذه تقيوم ياك ما كملها حتى تقيا عليه الولي تقيا له على كتافه على كتافه حنا مقرونين بجو واش قلت انا دوك كحال كون دي قتلوا فينا هنا وسالت يا خويا هذاك السيد واخا زعما تقيا عليه الولي ما تقلقش ولا قال زعما درتي ولا لا والو ما قالش كانت كان الماء تما هذيك البلاصه اللي كان فيها اللي فيها الفراج دابا طرفونا لواحد البلاصه ونزلونا كاملين ومشينا حتى لشي قلتات اسيدي غسلنا غسلوا وجوهنا هما كاينه واحد الصخره تما طلعوا ليها عندهم القرطاس طلعوا لي هكاك اعطي دورو اعطي تشوف تتساروا كاك ايوا رخاو علينا حتى تراح الوالد مزيان وغسل سيدي غسل وجهه غسل فمو غسل كذلك طحنا كاع وهذوك الناس اللي كانوا معنا نتافو ايوا جاو صافي ركبنا ثاني حنا لحقونا الوزن احنا كانت كحنا الدار اللي فيها اللي فيها الكوميسيريا اللي حنا راه داز ديال التحقيق اللي تحققوا اللي تيقروا الناس البلاصه اللي تيقروا فيها الناس ديال العصر لحقونا سيدي دخلونا فين فوزم فوزم شو وزم دخلونا سيدي دخلنا مع 12
حنا شحال ثلاثة الناس، أنا والوالد وهذاك السيد القايد الله يرحمه راه مات، قيدونا سجلونا هذيك الساعة، داونا البلايصنا اللي نقعدو فيهم، حقنا قعدونا كما كنا ودارو لنا القباب على روسنا، ما يشوفنا حد ما تنشوفو حد، مغمدين. هذيك الاثناش دخل فيها القود ديال الحارس، تنجيبو هذوك شنو هذوك الغفاف فيهم الماكلة، تعيطو بالسمية فلان بن فلان، تيقولو كان عام كان فيه ما يلاغي، ما كان ما مصوت شيء ما مدقدقش، تيقول نعم كان مدقدق البحرات يجمد، البحرات يجمدها يا سيدي. دخل الغضب، قعدنا حدا شي ناس، كاين واحد العساس في الباب عندو المتراي ديالو، ولا يبغى يدير شي حاجة كيشاورو، ولكن ما يشوف ولا لا، تهز عصبو تيشوفو هو تينعتلو تيقولو اشنو، وتيساعدو ولا ما يساعد، بغا يساعدو يقولو نوض ما بغا شي. هذاك السيد اللي قعدنا حداه من جهة الغدا ديالو شاور هذاك العساس، دارو غير كما كنا شار لينا وشار القوت، قال له بغيتهم ياكلوا معايا، هو يجي واحد لينا القباب على وجوهنا، هذيك رحمة من عند الله، ولينا كنشوفوا بنادم، والناس اللي دخلنا لعندهم تما شافونا، اللي تعرفونا تعرفونا واللي ما تعرفوناش، وهذاك الشيء بنادم كله معروفين لينا وليهم، كاع معروف. يا سيدي تحط الغدا بديت تتغدى الوالد وهذاك السيد، انا ما بغيتش وتقول ما بغيتش نحط يدي ابدا، الوالد مسكين كما كان تيدفع فيا تيقول يا كول، وفي الاخر تيقول يا خفتي، عاد الحس تيقول يا خفتي، وانا ما تندويش ما كندويش والو، ما كلتش ما درت شي حاجه في فمي، ملي تغداو كان وقت العنب، هذاك السيد جايبين له عائلته العنب، قلع الواحد الوالد واحد العنكود هو يعطيه بالكود، قلعت قدامه جوج حبات، قلعتهم كيما كنا ودرتهم قدامه في فمي، وزعنا تجار انا كناكل، كانت عندي واحد الجليلية شارقة شديت هذاك العنيب وانا وطلقته سيبته، هذوك العنبات عادتهم في فمي ما ململتهم كاع، بقاو قحاص من 12 دخلنا مع 12 ضالين وبيتين حتى 12 ديال الغد، كاينين شي ناس من عندنا شادين مساكن العصام دقدقين ما تعرفيهمش، زرق ومنفوخين وما شاء الله ما شاء الله، واحد الرجل بات هذه جمعة مضروب هنا العينو، أنا كنت مسعب عينو مفقوسة كحلة ما تشوفيش فيها، وشي ناس محمد الحادني أنا عارفهم خالي محمد رجليه ويديه بحال منفوخين بسم الله سبعان ديال ما فتحين بالنقطة وار مهمة سيدي، عطيتهم هذيك القابلة، أنا ما حكى عليا حاجة، مازال ما شاد الأعصاب تتفكرها بلا ولكن مصمصم ما تدوش الحاجة تقول لا ما لقوا، وتتفرج في الناس تفوق في السطح حتى يقرا عليهم